وجه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعوة جلالته لقداسته لزيارة مملكة البحرين. وقال البابا فرانسيس خلال صلاة في ساحة القديس بطرس بحضرة الفاتيكان إنه يحيي ويتقدم بالشكر لجلالة الملك المعظم وللسلطات في مملكة البحرين وجميع سكان المملكة وخاصة الذين يعملون على التحضير لهذه الزيارة. هذا وأشار قداسة بابا الفاتيكان أن زيارة ستكون تحت شعار الحوار وأنه سيشارك في منتدى حوار البحرين الذي يتمحور حول ضرورة أن يلتقي الشرق والغرب بشكل أكبر من أجل التعايش البشري، وأضاف أنه وسيحظى بفرصة التحدث مع الممثلين الدينيين ولا سيما المسلمين. أرغب أن أحيي وأتقدم بالشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين على دعوته لي لزيارة المملكة وللسلطات في البحرين وللإخوة والأخوات في الإيمان وجميع سكان المملكة وخاصة الذين يعملون منذ بعض الوقت على التحضير لهذه الزيارة. الزيارة ستكون تحت شعار الحوار وسأشارك في منتدى يتمحور حول ضرورة أن يلتقي الشرق والغرب بشكل أكبر من أجل التعايش البشري، وسأحظى بفرصة التحدث مع الممثلين الدينيين ولا سيما المسلمين.